ان شاء الله بجوج واحد ولا ان شاء الله ولا ثلاثه نتاهلوا سميتو نربحوا مرتبه الثالثه ولا الثانيه ان شاء الله، وخاصهم يلعبوا مزيان. اما ما الحظ ما ساعدهمش ما يربحوا سميتو السبليون، والكره هي هذه كره شي مغلوب وشي خاسر. وان شاء الله نتمنوا المغاربه يتاهلوا يربحوا المرتبه الثانيه ولا الثالثه ان شاء الله، ونتمنى لهم الخير من هنايا لقدام. وسكيتيوي تا هو مدرب او واحد نقص اللور باش يربحونا السبليون، اللور لان اللور ما كاينش، خاص اللور يعمر مزيان. والدفاع لعب الدفاع ما سميتو الرحيمي سفيان الرحيمي وسميتو اللعب لعبه كاملين اللعبه لعبوا وما صادناش حد ان شاء الله ديما وداد ان شاء الله. هذاك الشيء اللي كيبان ليا بيرد الدراري زوينين عندنا والحمد لله. الملك ديالنا دار اي بلاصه كتمشي كتلقى تيران، اي بلاصه ماشي بحال ميسرى كتلقى عنده تيران في بلاصه ما عرف فين. انا في مشيتي التيرانات ديال الكازو الاصطناعي الحمد لله بلادنا زوينه وعندنا دراري زوينين وغنفوزوا على مصر. وحنا عندنا الامكانيات فهمتيني، المغرب بوني كيف فهمتيني، والماتش هذا اللي داز راه اي واحد كيخسر فهمتيني، ماشي مشكله عاوتاني ندو ميدالا في الضيار. المهم كان تما درنا شي حاجه تما مزيان والمهم حنا دزنا المجموعه الاولى فهمتيني، كيبقى لاشونس عاوتاني في المرحله الثانيه. حنا ما تاهلناش باش غادي ندوزو للفينال، كان لاعبين كونتر السبليون، السبليون تما كيلعبوا ما جاوناش فرص بزاف، ودوك الفرصات اللي جانا ماركينا بيلانتي وكنا محكمين في الماتش حتى الدقائق الاخيره وما استطعناش ماركو شي بيت، ما جاوش فرص. والاحترام لسي الكراكي تا هو عنده منتخب مزيان، تا هو مزيان وتا هو سكيتي ويحترم بحالو بحال الكراكي فهمتيني، تا هو لعب كره زوينه وشرفت المغاربه كلشي.